بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه بقى عن نوعية تانية من الشاشات بنستخدمها في تطبيقات كتيرة في المايكرو كنترولر. النوعية دي اللي هي اسمها ليكويد كريستال ديسبلاي أو اختصارها الـ LCD. هنراجع بقى في الجزئية ديت الـ LCD تكنولوجي، هي التكنولوجي بتاعت الـ LCD، التقنية بتاعتها هي إيه بالظبط. ماشي. الـ LCD تايبس أنواعها، هنركز في الجزئية اللي احنا هناخدها النهاردة على الالفا نيوميريك ايه ال سي دي، وهناخد فيها ال سي دي انترفيس وبروجرامينج وسامبل لثلاثة بروجرامز. مبدئيا بقى كده احنا عندنا ال سي دي كتقنية هنا بتعتمد على حاجة بنسميها اللايت بولاريزيشن. اللايت بولاريزيشن هنا اللي هي مقصود بيها تحويل الإشارة الضوئية نفسها أو الضوء عندي إلى ضوء بولارايزد. مش عايزين نخش في تفاصيل العملية دي كتير، بس هي الفكرة كلها إن أنا عندي الضوء هو عبارة عن مجال أو تفاعل بين مجالين، مجال اللي هو المجال الكهربي والمجال المغناطيسي. فإحنا عندنا إحنا نركز أكتر على المجال الكهربي، فالمجال الكهربي بتاع الضوء العادي اللي هو جاي من الشمس أو جاي من أي إضاءة عادية، المجال ده بيبقى له اتجاه معين. ماشي. لو جاي لو آسف مش له اتجاه معين، المفروض ان هو بيبقى واخد كل الاتجاهات. ماشي. لو انا حبيت اخليه في اتجاه واحد المجال نفسه، ماشي، ففي الحاله ديت بحط حاجه او جهاز، بحط قطعه عندي هنا بنسميها بولارايزر. البولارايزر ده يا اما هيخلي المجال ده في اتجاه فيرتيكال زي ما انتم شايفين كده، تمام، او يخليه في اتجاه الايه الهوريزونتال. ماشي. يبقى تحويل الضوء اللي هو ملوش بولاريتي، ملوش قطبية، في الحالة دي ممكن أحوله باستخدام مادة معينة اسمها البولاريزر. المادة دي يا إما هتحوله إلى vertical polarization زي ما أنتم شايفين كده في اتجاه ال vertical، يا إما هتخليه في اتجاه ال horizontal polarization. تمام. طيب ال liquid crystal display دي بقى مادة بتتحط بين الاثنين دول. يبقى أنا عندي هيبقى فيه مصدر للضوء light wave، وهيبقى فيه مصدر للضوء عندي اهوت، وهيبقى هيتحط هنا بولاريزر فيرتيكال، وهيتحط الماده الكريستال اللي هي ليكويد كريستال، تمام، وهيتحط الناحيه الثانيه هنا الايه بولاريزر بس في اتجاه الايه الهوريزونتال. يبقى ده بولاريزر في اتجاه الفيرتيكال وده بولاريزر في اتجاه الايه الهوريزونتال. معروف ان الماده بتاعت الليكويد كريستال ديت المفروض انها بتبقى متصممه بحيث انها بتحول لي اللايت اللي جاي لها من فيرتيكال تحوله لي الى ايه الى هوريزونتال. فبالتالي اللايت اللي هو داخل لها في اتجاهه فيرتيكال هيتحول الى هوريزونتال ويعدي من الايه من الهوريزونتال بولارايزر، وبالتالي اقدر اشوفه. تمام. طيب لو الماده ديت اللي هي الالكتريك الليكويد كريستال ديت طبقت عليها جهد ستاتيك كهربي، ايه اللي هيحصل؟ ماشي. مش هتعمل عمليه التحويل دي، هترجع الكريستالات بتاعتها الى وضع ايه، وضع ما يسمحش للضوء او ما يحولش الضوء من فيرتيكال بولاريزيشن الى هوريزونتال بولاريزيشن، وبالتالي الضوء هيمشي زي ما هو فيرتيكال. فلما هيجي يوصل للهوريزونتال بولاريزر مش هيعدي منه، وبالتالي هبص هنا على الشاشه هلاقي ان هي الشاشه ديت معتمه. تمام. وبالتالي يبقى الليكويد كريستال ديسبلاي بالنسبه لي بيعتمد على الاعتام مش على ان هو ايه يطلع لي ضوء. الضوء كده كده هيعدي، لكن هو بقى عن طريق ان انا بطبق جهد كهربي على الليكويد كريستال دي هخليها يا اما ما تعديش الضوء، لو ما طبقتش الجهد الكهربي هتعدي الايه؟ هتعدي الضوء. وبالتالي نقدر بقى نستخدمها بقى في تحديد اشكال بقى زي السيفن سيجمنت او الدوت ماتريكس. ماشي. ده بقى التركيب النهائي بقى عندي كله على بعضه. فالمفروض دي الليكويد كريستال اللي هي اللي في النص اهيت، ده اللي هو هيبقى الفيرتيكال بولارايزر، والناحيه الثانيه هيبقى المقابل لها اللي هو الهوريزونتال ايه بولارايزر. المفروض بقى انا المفروض دي بتعرض 7 سيجمنت، يعني بتعرض ايه رقم. ماشي. فكل قطعه من دول هيناظرها على الليكويد كريستال ديسبلاي. هنا هتلاقي فيه هنا ايه حاجه بنسميها الالكترودز. ماشي كده. الالكترودز دي لها طرف بوزيتيف، وهتلاقي في الناحيه الثانيه في الطرف الايه النيجاتيف. فانا لو طبقت جهد كهربي هنا بوزيتيف، يعني طرف النيجاتيف ده هياخد نيجاتيف على طول، لو حطيت هنا جهد بوزيتيف، تمام، فالجزء من الكريستال المناظر للالكترود ده للصفيحه الايه المعدنيه دي كده هيبقى معتم. تمام.
والجزء التاني هيبقى اللي هو مش حاطط عليه جهد كهربي، هيبقى ايه؟ مش هيبقى معتم. تمام؟ وبالتالي ابتدي اتحكم بقى ايه الالكترود سي دي اللي هخليها عليها جهد كهربي وايه اللي مش هيخلي عليها جهد كهربي، وبالتالي تظهر لي بقى الايه؟ الرقم المعروض على الشاشه عندي. تمام؟ في النهايه هي بتعتمد زي ما قلنا على عمليه الاظلام مش على عمليه الايه؟ الاضاءه، زي السيفن سيجمنت ديسبلاي اللي معتمده على الايه؟ على الليد. فعشان كده بالنسبه لي الليكويد كريستال ديسبلاي بصفه عامه لازم تتحط في مصدر للضوء، لازم تبقى موجوده في ضوء عندك في الايه؟ في المكان اللي انت بتبص عليه على الشاشه دي. طيب هم عشان يتغلبوا بقى على موضوع ان انا ممكن لو انا دخلت مكان مظلم مش هقدر اشوف اي بيانات على الشاشه دي. فيعمل ايه؟ يخلي الشاشه ديت مضيئه. يخلي الشاشه دي مضيئه ليه؟ ازاي؟ بيحط هنا حاجه اسمها الباك لايت. يعني بيحط هنا مجموعه من الليدات، الليدات ديت بتنور لي او هي اللي بتطلع لي مصدر الضوء اللي على اساسه اقدر اشوف الايه؟ اشوف الشاشه بتاعتي. طبعا كان زمان مصدر الضوء دوت فيه الشاشات القديمة كان بيستخدم النيون، لكن دلوقتي بقى بيستخدموا الليد، عشان كده بقى بنشوف الايه الليكويد كريستال ديسبلاي بس بتقنية الايه بتقنية الليد. ده كده بس يعني شرح سريع كده ومبسط بس ايه ازاي الليكويد كريستال ديسبلاي بيشتغل. طيب هنيجي بقى لانواع الليكويد كريستال ديسبلاي. هي متقسمه الى طائفتين او اسف ثلاثه، 7 سيجمنت، الفا نيوميريك، وجرافيكس. 7 سيجمنت اللي هي طلع لي ارقام، ارقام او بعض الاحرف زي بالظبط ال 7 سيجمنت ايه ليد. الفا نيوميريك اللي هي هتطلع لي هتعرض لي الحروف، الحروف والارقام. جرافيكس بقى اللي هي ممكن تطلع لي اي اشكال بقى. تمام؟ والجرافيكس هيبقى منها المونو ومنها الايه؟ ومنها الكلر. لو خدنا مثال على ال 7 سيجمنت اللي هي ال ال سي دي 7 سيجمنت زي اللي موجوده مثلا في ساعه او زي اللي موجوده في اله ايه؟ فقال حسب. طبعا زي ما انتم شايفين كده المفروض انها هنا ايه ما فيش او دي ما فيهاش باك لايت، ما فيهاش اضاءه ايه تنورها، فدي لو انا دخلت في مكان مظلم مش هشوف الايه الشاشه لانها هتبقى كلها مظلمه بالنسبه لي. ماشي. الالفا نيوميريك اللي هي طبعا دي كانت بتعرض ارقام بس، هنا بقى تعرض لي ارقام وايه وحروف. تمام؟ ولو لاحظتوا ان بقت الشاشه هنا بقى فيها حاجه اسمها الباك لايت، بقى فيها اضاءه خلفيه وبقت مضيئه قدامي اهي، حتى لو دخلت بيها في مكان مظلم فهشوف الايه؟ فهشوف الشاشه ديت واشوف الايه؟ البيانات اللي موجوده عليه. ماشي. بس في النهايه هي ما هياش الا بتعرض لي بس ارقام وايه وحروف النوعيات دي، ودي اللي بتستخدم معظمها في المايكرو ايه كنترولر ابلكيشنز. تمام؟ اما في الجرافيكس بقى فانا عندي منها بقى المونو اللي هو هيبقى له لون واحد بس، وفي منها بقى الفول جرافيكس بقى اللي هو بيبقى يعرض لي بالالوان الايه الطبيعيه، واللي هي بتبقى موجوده اكتر في الشاشات وبعض التطبيقات بتاعه المايكرو كنترولر اللي هي بتبقى محتاجه الى ايه الى شاشات تقنيتها عاليه. الهدف بقى من شغلنا النهارده هو على الالفا نيوميريك ال سي دي والانترفيس بتاعها مع الايه الاردوينو. الالفا نيوميريك ال سي دي بتبقى بتيجي بالنسبه لنا ده الشكل بتاعها بصفه عامه، وبيجي لها سوكيت اهوت بوصل عليه البنز بتاعتها بالمايكرو كنترولر او بالاردوينو. تمام؟ بتبقى هنا مثلا في المثال اللي قدامنا ديت دي عباره عن مربعات فيها تقدر تعرض فيها 16 حرف. يعني هنا هتلاقي دي مربع ده مربع ده مربع، لو عديتهم كده يبقى 16. تمام؟ وفي سطرين عندي. يعني كده عدد الاحرف اللي ممكن تعرضها على الديسبلاي ديت 16 و16 يبقى 32. وهم بيطلقوا عليها هنا ايه؟ 2 في 16 ايه؟ ديسبلاي او ليكويد الفا نيوميريك ديسبلاي. ماشي. وهي طبعا مصنعه في الغايه يعني في الاغلب عشان الانترفيس بتاعها مع المايكرو كنترول او لشغل المايكرو كنترولر. ماشي. ما اقدرش اشغلها بقى بستاندرد اي سي زي ال 7 سيجمنت زي ما كنت بشغلها من خلال الايه 7 سيجمنت ديكودر دي، لا مش هعرف اشغلها من 7 من سبيسيفيك اي سي او ستاندرد اي سي، لا نقدر لازم هحتاج فيها مايكرو كنترولر عشان اتعامل معاها. بتتحدد بيه عدد الايه اللاينز اللي هو الاكس يعني بحددها بيه لاينز في الكاركتر بير لاين، زي هنا 2 لاينز في 16 ايه في 16 حرف لكل لاين. معظم الالفا نيوميريك ال سي دي بتعتمد على مايكرو كنترولر تشيب موجود عليها فعلا اسمه الاتش دي 44780 مصنع من شركه هيتاشي اللي هو بالشكل ده.
ماشي، عشان اتعامل بقى مع ال LCD دي، فانا ببتدي ابعت لها الاسكي كود بتاع الحرف اللي انا عايز اعرضه، تمام؟ فطبعا ما انا ما ببعتوش للشاشه مباشره، ببعته للايه؟ للمايكرو كنترولر المسؤول عن الشاشه اللي هو متركب معاه. يبقى انا الكاركتر ده عايز اعرض حرف معين زي مثلا الاي او البي او السي، فببعت الكود بتاعه الى المايكرو كنترولر اللي موجود على الشاشه، وهو المسؤول بقى عن عمليه العرض على الايه؟ على الشاشه. كل بقى حرف بيتعرض هنا في بوكس مكون من 5 في 8 ايه؟ في 8 دوت. زي الاتش كده لو بصينا عليها، الاتش هي عباره عن بوكس من الدوتس، ماشي، متقسمين 5 1 2 3 4 5 دوتس في 1 2 3 4 5 6 7 ايه؟ 8 اسطر. تمام؟ فطبعا عن طريق بقى ان هو بيتحكم في انهي دوتس هتبقى مظلمه وانهي هتبقى مش مظلمه، يقدر يشكل بيها الايه؟ الحروف اللي هو عايز يعرضها او الايه؟ او الارقام. هنيجي بقى للتوصيل بتاع ال LCD عندي. فاحنا التوصيل بتاعنا هيبقى منقسم الى ثلاثة جروب، ثلاث حاجات عندي. ثلاثة هم دول هيبقوا الباور والكنترول والداتا. ماشي، اول عندي حاجة عندي اللي هي الباور، VSS دي بوصلها بالجراوند، VSS اللي هي ده اهي، البند اهي، هوصلها بالجراوند. بعد كده عندي ال VDD وتتوصل بال 5 فولت. بعد كده عندي بين اسمها ال VEE ودي بنستخدمها في الكونتراست ادجاست. المفروض ان انا بحط عليها فرق جهد متغير من 0 ل 5، بتحكم فيه بالكونتراست بتاع اللي هو درجة الوضوح بتاعة الرؤية بتاعة الشاشة نفسها او التباين بتاع الشاشة. ففي الغالب دي احنا بنوصلها بمقاومه متغيره من صفر لايه؟ عشان تديني جهد متغير من صفر لايه؟ من صفر لخمسه، لكن زي في معظم الابلكيشن بنكتفي بمقاومه 1 كيلو متوصله على الجراوند، بتديني يعني درجه تباين كويسه بالنسبه للتطبيقات اللي بنشتغل عليها. طيب الكنترول سيجنالز عندي بقى اللي هي الايه؟ الثلاثه دول. فانا عندي في اشاره اسمها ريد رايت ودي في الغالب هنوصلها بالجراوند. ريد رايت دي اللي هي المقصود بيها، قال هل انا هقرا داتا من الـ LCD ولا هبعت لها داتا؟ طبعا في معظم الاحيان وتقريبا ممكن نقول كل الاحيان انا ببعت لها داتا، مش هقرا منها ايه؟ داتا، لانها ديسبلاي، ماشي. لكن هي القرايه هنا المقصود بيها لان هو في ميموري مفروض موجوده على الكنترولر بتاع الـ LCD ديت، فانت ممكن في كوماندز تبعتها ليه تقدر تقرا الميموري موجود فيها ايه دلوقتي. فبس يعني ده يعني ايه؟ مش بنحتاجه يعني. فعشان كده هنوصلها بالجراوند. بعد كده في البين اللي هي اسمها ار اس اللي هي البين ده اهي، ودي لو حطيت عليها زيرو يبقى انا كده بتعامل معاها او هبعت لها كوماند. لو حطيت عليها واحد يبقى الار اس بين دي معناها ان انا هبعت لها داتا، تمام؟ يبقى الار اس بين دي بتفرق لي بين او الكنترولر اللي موجود على ال LCD بيفرق بين الداتا اللي مبعوتها له هنا او القيم اللي مبعوتها له هنا على اللاين سي دي، هيقراها على انها داتا يعني كاركتر هيعرضه، اسكي بتاع كاركتر هيعرضه على الشاشه، ولا هيبقى كوماند هينفذه على الشاشه. زي ما هنشوف بعد شويه ايه الكوماند وايه الداتا. الاي بقى عندي ده كده اكسكيوت الكوماند، هو اكنه بالظبط زي الكلوك كده بالنسبه للسيكونشال سيركت، اللي هو هيسجل بقى سواء اسجل الداتا او اسجل الايه؟ او اسجل الكوماند. احنا وصلنا هنا كده الار اس اهو وصلناه ب لوجيك انبوت هندخله، والاي برضه وصلناه بلوجيك انبوت هندخله. احنا المفروض نوصله بالمايكرو كنترولر، لكن احنا هنبتدي نعمل هنا ايه؟ سيميليشن ليه بس بمانيوال يعني مش بالمايكرو كنترولر. فاضل بقى عندنا في الاخر بقى اللي هم الداتا الايه؟ الثمانيه بيتس، بندخل منهم الداتا، هندخلهم من خلال هنا سامب سويتش. ماشي، ايه بقى المفروض نعمله عشان نقدر نشغل ال LCD ده؟ خلاص احنا وصلنا لها الباور، هتلاقيها مش شغاله. هتعمل ايه بقى؟ لازم ابعت في الاول خالص اهو، first we must initialize LCD by sending، هبعت ايه بقى؟ تمام؟ لازم ابعت 0E command. 0E يعني هحط على الداتا لاين دي هحط عليها 0E.
زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ اه، بس عشان يترجمها المايكرو كنترولر اللي موجود على الشاشة على انها كوماند، يبقى لازم احط الار اس ديت بزيرو، تمام. طيب عشان يسجل بقى الكوماند ده، يعني فعلا يأكسبت الكوماند ده ويقراه وينفذه، يبقى لازم هنا ايه، لازم افعل الاشارة بتاعة الكلوك او الانيبل ده، هطلعها واحد وانزلها تاني لكام، للزيرو. هبص الاقي ان الشاشة طلعت لي هنا الايه، الكيرسور هنا بدأت تظهر، تمام. هل ده كافي كده لتشغيلها؟ لا، ده مش الانيشاليزيشن، محتاج كمان كود هبعته، ماشي، اللي هو 06، هبعته ككوماند. يبقى هغير الداتا دي كده الى 06، ماشي. هحط الار اس على وضع الكوماند، هي فعلا على وضع الكوماند اللي هو الزيرو، عشان افعلها هرفع اللاين ده واحد وانزله ايه تاني. اهو رفعنا الواحد ونزلناه تاني كده، خلاص بقت جاهزه للايه، للتشغيل. جاهزه للتشغيل يعني ممكن دلوقتي ابعت لها بقى ايه، كود بتاع حرف وتعرضه على الايه، على الشاشه، ماشي. بقى ال سي دي از ريدي ناو. عشان اعرض بقى حرف الايه، لازم ابعت الاسكي بتاع الايه، اس داتا، يبقى لازم اغير الايه، الار اس ديت لواحد. طبعا هبعته هنا، يبقى اغير ديت الى 41، ماشي. وعشان المايكرو كنترولر اللي على ال سي دي يقراها على انها داتا، فهحط اللاين دوت بايه، بواحد اللي هو الار اس، تمام. هنرفع بقى عشان فعلا الكلام ده يتسجل جوه المايكرو كنترولر، هنرفع الانيبل لاين ده لواحد ونزله ايه تاني. هيقرا المايكرو كنترولر اللي جوه اللي على ال سي دي القيمه ديت على انها داتا، هيترجمها على انها الاسكي كود بتاع حرف الايه، هيعرض لك حرف الايه على الشاشه على طول. اهو هرفعه لواحد وارجع انزله ايه تاني، اتعرض هنا حرف الايه، الايه. طب عايز اعرض حرف تاني، هو اوتوماتيك بيخلي الكيرسور تيجي للمكان اللي بعديه، اللوكيشن اللي بعديه، اتحركت اهي، تمام. فانت لو كنت بعت حرف تاني هيكتب جنبيه على طول، ماشي. اهو حطينا 43 وده داتا لان حاطين الار اس بواحد. هنرفع بقى الانيبل ده الهاي وننزله تاني لايه، للو. اهو هرفعه الهاي وانزله تاني للو، اتطبع الحرف، يبقى 43 ده حرف الايه، حرف السي، تمام. طيب لو انا عايز ابعت كوماند يعمل لي كلير للديسبلاي، عايز افضيه مثلا، فدي كوماند اقدر ابعته اهو، يبقى تو كلير ديسبلاي سند 01 بس از ايه، كوماند. يبقى هبعت هنا 01 بس از كوماند، يبقى الار اس دي مش هحطها بواحد، احطها بكام، احطها بصفر. يبقى هنبعت اهو، حطينا 01 وحطينا هنا الايه، الار اس بايه، بزيرو. هنكتب بقى الكلام ده من خلال الانيبل، يطلع هاي وينزل تاني ايه، لو. اتمسحت الايه، الشاشه قدامي يعني، ماشي. بنيجي بس للتوصيله دي اللي هي المقاومه المتغيره، في الغالب احنا بنلغيها وبنحط مقاومه واحده بس ايه، قيمتها 1 كيلو تقريبا في معظم ال سي ديز، بتبقى ايه، مناسبه لدرجه كونتراست مريحه للرؤيه يعني بالشكل ده. فطبعا يبقى التوصيله في النهايه هي بالشكل ده. يبقى انا عندي هنا في جراوند، بعد كده في الفي دي دي، ده الباور سبلاي اللي بيوصل للايه، للشاشه دي عشان الكونتراست، واحنا استغنينا عنها بمقاومه 1 كيلو. بعد كده الريد رايت ما بنعملش غير رايت بس، فبنوصلها بالجراوند. الار اس والانيبل دول هحتاجهم عشان اتحكم في ال سي دي، تمام. الار اس عشان اسلكت كوماند ولا داتا، والانيبل عشان اسجل سواء كوماند او داتا. فعليا بقى الكوماند او الداتا هيتبعتوا من خلال الايه، ال 8 بيتس بتوع الايه، الداتا لاينز او الدي 0 الى دي 7. طبعا لو انا بصيت كده على عدد البيتس اللي انا هوصلها بقى بالمايكرو كنترولر، فهيبقوا 8 للداتا واثنين للتحكم في الفلو بتاع الداتا ده، اللي هم الايه، الار اس والايه، والانيبل. هنيجي بقى زي ما قلنا ان التوصيل بتاعها محتاج الى 10 بت، 8 للداتا واثنين للايه، للكنترول، ماشي. وده يعتبر بالنسبه لاستهلاك بنز في المايكرو كنترولر يعتبر كتير قوي. فاحنا لحسن الحظ بقى عندنا ان ال سي دي معظمها ممكن يشتغل على حاجه بنسميها الفور بت مود، يعني الداتا بدل ما هم 8 هنبعتهم كام؟ 4، يبقى 4 و2 يبقوا 6 بن بس، افضل بكتير ان انا استهلك من المايكرو كنترولر كام؟ 10 بن. بس عشان اعرف ال سي دي ان انا هشتغل على 4 بت مود، يبقى لازم ابعت لها الكوماند اللي هو ايه؟ يحطها في وضع ال 4 بت مود. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ماشي، كل داتا بايتس بعد كده هبعتها او كوماند لازم ابعته على ايه؟ مرتين. كل مره هبعت فيهم 4 بت.
تمام. طيب ماشي، الكلام ده بقى كل الحاجات دي كده ممكن استغنى عنها، مش لازم انا اللي اعملها، لان انا هشتغل في الغالب على هاي ليفل لانجوج زي الايه، زي الاردوينو. فالاردوينو في بيلت ان فانكشن للتعامل بقى مع الايه، مع ال سي دي، وهي اللي هتحطها لك في الفور بيت مود، وهي اللي هتبعت لك الايه الكاركترز بتاعتك على دفعتين في كل مره، او الكوماند على دفعتين في كل مره. تمام، بس احنا بنشرح بس هنا عشان نوضح بس الايه التركيب والاوبريشن بتاعت ال سي دي. ماشي، يبقى الاردوينو هاز لايبراري ذات ديلز ويز ال سي دي، سواء بالفور بيت او بالايت بيت مود. تمام، فاحنا هنشغلها على الفور بيت مود. ماشي، بس عشان قبل ما استخدم الفانكشن بتاعت ال سي ديت، يبقى لازم اعمل بعض الكونفيجريشن، اعرف بعض التعريفات على الايه البرنامج بتاعي. ادي الابلكيشن اللي احنا هنشتغل عليه مبدئيا كده. هبص ان انا موصل على ال سي دي 4 بت بس. طب انا وصلتهم على 4 بت الهاي اوردر، ليه ما وصلتهمش على الفور بت اوردر، اللو بت اوردر، اسف. لا، لان هو من الداتا شيت او من المعلومات بتاعه الكنترولر بتاعه ال سي دي ديت، ان هو بيأكسبت الداتا لو هي 4 بت مود على الاربعه الهاي اوردر، مش على الاربعه اللو اللو اوردر. عشان كده احنا وصلناهم على الاربعه الايه اللو الهاي اوردر. الانيبل هو توصلناه ب 10، والار اس وصلناها ب 12، وتوصيله الباور زي ما احنا خدناها قبل كده. تمام، ايه بقى اللي انا هعمله دلوقتي؟ بعض التعريفات بقى عشان اعرف البنز ديت، كل بن من الداتا واصله بكام في المايكرو كنترولر، وكل بن برضو من الكنترول واصله بكام في المايكرو ايه كنترولر، عشان الفانكشن اللي هستخدمها تقدر توجه بقى الداتا بطريقه ايه، بطريقه صحيحه. ماشي، قبل ما استخدم ال سي دي لازم ادخل او اعرف او اعمل انكلود للهيدر فايل بتاعها اللي هو ليكويد كريستال دوت اتش. ماشي، هبتدي اعرف بقى، اعمل تعريفات للبنز نفسها. فالار اس ماشي، المفروض ان انا اهي واصله بين رقم 12 اهي، فهعرفها في الكود بتاعي. نفس الحكايه بالنسبه للانيبل، وبعد كده الداتا بيتس اللي هي دي 4 واصله ب5 الى دي 7 واصله ب2، بعرفهم اهو. تمام، نبتدي بقى بعد كده هنعمل بقى، هنعمل كرييت لاوبجكت بقى من ليكويد كريستال اسمه هنا ايه؟ ال سي دي. يبقى انا هعرف بقى اوبجكت جديد هعمله هنا عندي اللي هو ال سي ايه؟ ال سي دي، او انستنت من الاوبجكت اللي هو بتاع ليكويد كريستال اللي هو ال سي دي. هو هيبقى بالنسبه لي هنا مفروض ان انا ببعت له البنز واصله على انهي بنز في المايكرو كنترولر. ماشي، طب الترتيب ده اللي هو الار اس، بعد كده الانيبل، بعد كده داتا 4، بعد كده داتا 5، بعد كده داتا 6، بعد كده داتا 7. تمام، يبقى في الحاله ديت انا ممكن اكتب كده ال سي دي واحط هنا 12 و10 و5 و4 و3 وايه و2. تمام، او اديهم مسميات زي ما احنا عملناهم فوق كده ونحطهم جوه الايه الليسته او الارجيومنت بتاعه الايه الفانكشن نفسها. تمام كده، خلاص عرفت الفانكشن نفسها ان هي هتتوصل على او متوصله على البنز دي، وبالتالي لما تيجي توجه كوماند او داتا هي عارفه بقى تبعتهم على انهي بنز باي طريقه. هنيجي بقى للكود عندنا، السيت اب، هنعمل انيشياليزيشن ال سي دي دوت بيجين 16 وايه؟ و2. يبقى كده هنبتدي نعمل انيشياليزيشن، مجرد ان هو الكوماند ده هيبتدي يعمل انيشياليزيشن للال سي دي انها هتشتغل على انها 16 حرف على ايه؟ سطرين. ماشي، طبعا ده ملائم للال سي دي، لو هي مثلا 20 حرف على اربع سطور فهنكتب هنا 20 على ايه؟ 20 و4. ماشي، عايز اكتب بقى عليها، اطبع عليها اي رساله، فهستخدم البرنت ميثود اهيت هالو وورلد. ماشي، يبقى ده في السيت اب، اول ما هشغل على طول هيعمل انيشياليزيشن لها وهيطبع رساله بتاعت هالو ايه؟ هالو وورلد. وهيستنى 1000 ملي سكند يعني ثانيه. خلاص كده طبع كلمه ايه؟ هالو وورلد اول ما هشغل. طيب في اللوب بتاعنا مثلا هنفترض ان انا عايز اعمل ايه؟ يعني هنستخدم فيه حاجه جديده دلوقتي. ماشي، ان انا عايز اعرض على السطر الثاني العمود الاولاني، يبقى لازم احدد الايه؟ مكان الكيرسور بتاعتي. تمام؟ هعرض ايه بقى؟ عايز اعرض بنسميها عدد الثواني اللي المايكرو كنترولر دوت بنسميه ايه، من ساعه ما اشتغل عدى عليه كام ثانيه.
تمام؟ فالكلام ده هنعمله من خلال اصلا في فانكشن موجوده في الاردوينو، الفانكشن دي اللي هي بيسموها الملي سكند فروم ستارت، هنشوفها دلوقتي. ماشي، مبدئيا بس كده دلوقتي انا عايز اخلي الكرسور في عند العمود الاولاني السطر رقم 2 مش السطر رقم 1 عشان عايز اكتب تحت. ففي في عندك هنا ميثود اسمها سيت ايه؟ سيت كرسور 0 ده العمود الاولاني، 1 ده السطر الايه؟ الثاني. ماشي، لان السطر الاولاني بياخد رقم 0، السطر الثاني هياخد رقم 1، العمود الاولاني 0، العمود الثاني هيبقى ايه؟ 1. يبقى كده انا بقول له ان انا عايز اخلي الكرسور فين؟ في السطر الثاني العمود الاولاني. ماشي، هو حتى سبقني اهوت، وطبع الكلمه طبع رقم 1. ايه بقى الفانكشن اللي انا هستخدمها او ايه البرنامج هيعمل ايه؟ هو هيطبع قيمه الملي سكند، ودي فانكشن على كام؟ على 1000. ايه الملي سكند ديت؟ المفروض الملي سكند دي عباره عن فانكشن بيلت ان في الاردوينو كود. بتعمل ايه؟ من ساعه ما الاردوينو كود او من ساعه ما المايكرو كنترولر اتوصل له باور واشتغل، الملي سكند فانكشن دي بتعد كل ملي سكند تزود واحد تزود واحد تزود واحد تزود واحد. لو انا استدعيتها في اي وقت في الكود هتقول لي من ساعه ما اشتغلت عدى قد ايه وقت، اكنها بالظبط ايه؟ تايمر. بيقول لي انا من ساعه ما بدات عدى قد ايه. طب لو انا قسمتها على 1000، يبقى انا حولتها من ملي سكند الى سكند. فمعنى كده يبقى الفانكشن دي كده هتعرض لي هنا ايه؟ مثلا هو عدى ثانيه. خلاص؟ اللوب ده هيدنه ايه؟ مستمر الى ما لا نهايه. يبقى هتدنها عرضه ايه؟ عدى ثانيه، عدى ثانيه، عدى ثانيه. لو عدى 1200 اسف مثلا وصلنا ل 2000 ملي سكند، مقسمها على 1000 هتعرض لي هنا ايه؟ ان هو عدى ثانيتين. ماشي؟ لو عدى 2500 على 1000 يعني 2 ونص، وهيعرض الانتجر يبقى 2. طب لو عدى 3000 وشويه يبقى هيعرض لي هنا ايه؟ 3. يبقى معنى كده اوتوماتيك على الكود عندي هنا هبتدي يظهر لي الواحد ده في الاول، بعد كده كل ثانيه هيزيد يبقى 2 3 4 5، لان انا استخدمت فانكشن اوريدي بتعد عدى كام ملي سكند من ساعه بدايه تشغيل الايه؟ الكود بتاعي. والفانكشن ديت في بعض في حاجات كتيره بتبقى مفيده جدا في حساب التوقيت او في حساب ديليهات للبرامج بتاعتي. كده وظهر عندي هنا كام؟ 2 اهوت، وهيظهر بعد كده 3. ده الكلام ده كل ثانية هيعمل الكلام ده. طيب ايه الفانكشنز الثانية بقى اللي مستخدمة في ال LCD؟ ففي فانكشن عندي كلير، يبقى هي تعمل لها ايه؟ مسح للشاشة، يبقى كلير للسكرين، ويحط الايه كيرسور عند الابر ليفت كورنر. ماشي، هوم بوزيشن ذا كيرسور in the upper left of the LCD، بس من غير كلير، يعني هو هيرجعها عند الايه؟ الابر ليفت، بس من غير سكرين، من غير كلير يعني. برنت احنا شفناها عشان يطبع. برنت تكست تو ذا LCD، وده السنتكس بتاعها LCD برنت، واحط الداتا اللي انا عايز اطبعها. لو انا عايز اطبع بقى ايه؟ مش تكست، لو تكست احطها بين دبل كوتيشن، لو مش تكست بحط المتغير على طول وهو هيحوله لي الى ديسيمال. لو انا عايز اطبعه بصوره ثانيه غير الديسيمال فبحط البيز بتاعي، هل هو هيبقى هيكس ولا باينري، وده مفيد برضه في تطبيقات كتير. طبعا هنا ال سي دي ده اللي هو الاوبجكت اللي الانستنت اللي احنا عملناها من الليكويد ايه؟ كريستال. عملنا كرييت الاوبجكت من ليكويد كريستال، وفي نفس الوقت الداتا دي اللي هي الايه؟ اللي انا عايز اطبعها بقى، ممكن تبقى كاركتر، ممكن تبقى احرف، بايتس، ماشي، ممكن تبقى انتجر، ممكن تبقى لونج، ممكن تبقى ايه؟ تبقى سترنج. دي لو هي فاريبلز، ماشي. لكن لو تكست خلاص ثابته، يعني حاجات ثابته، فبحطها بين دبل ايه؟ كوتيشن. ماشي، البيز ده اوبشنال، بنحطه لو انت عايز تطبع فيه بيز تاني بقى زي باينري او هيكس او ايه؟ او اوكتال مثلا. ماشي، بنستخدم باينري فور باينري بيز 2، و ديسيمال لو انا عايز اطبع بيز 10 وده الديفولت، واوكتال لو انا عايز اطبع البيز 8، وهكس لو انا عايز اطبع البيز ايه 16، من غير ما احول بقى من باينري او من ديسيمال لباينري او الاوكتال او لايه او لهكس. طيب هناخد فانكشن بقى مفيده برضو اسمها كرييت ايه؟ كرييت كاركتر.
ال سي دي المفروض انها يعني هي معتمده على الاسكي كود، فبالتالي كل الكاركترز اللي هتطبعها هي اللي موجوده في الاسكي كود دي. طب لو انا عايز اعرض كاركتر او عايز اعرض شكل مش موجود، زي مثلا شكل الهابي فيس مثلا، او لو فاكرين مثلا شكل حاله البطاريه مثلا في موبايل مثلا، او ماشي، او لو عايز احط حاله الشبكه، قوه الشبكه، فالاشكال دي مش موجوده في الاسكي كود بتاعها، ملهاش شكل، مش موجوده عندي، مش ديفايند. ففانكشن اللي هي اسمها كرييت كاركتر دي تقدر اكون بيها كاركتر بالشكل اللي انا عايزه بقى، تمام، بخلاف الالفا نيوميريك كاركترز الستاندرد اللي موجودين عندي. ماشي، احنا هنبتدي هنا ايه، حتى هو بيقول لك انها ايه، كرييت ا كاستم كاركتر فور يوز اون ذا ال سي دي. ماشي، ممكن تعرف لغايه 8 كاركتر، 5 في 8، كل كاركتر بيبقى 5 في 8 بيكسل، احنا قلنا البوكس بياخد 5 في ايه، في 8 دوتس. ماشي، وكل كاركتر بقى من ال 8 دول هياخد رقم بقى من 0 لكام، ل 7، هتستدعي بيه يعني. ماشي، عشان اطبع الكاركتر ده على السكرين فبستخدم الرايت ميثود بقى على الايه، على ال سي دي، مش هستخدم برنت بقى، هستخدم ايه، رايت. ماشي، ده مثال الاول كده، هنعمل كرييت لكاركتر زي السمايلي، هنسميه سمايلي، فهنعرفه على اري بين بايتس. ماشي، الواحد معناها هيبقى البوكس دوت مظلل، الزيرو معناها مش مظلل، فانت لو بصيت كده هتلاقي ده الشكل بتاع الهابي فيس، اللي هو هيبقى الواحد وبعد كده في ايه، بيلف اللفه بتاعت الهابي فيس اهي. ماشي، يعني المفروض ان دول كده العينين، تمام، وتحت ده كده الايه، البق بتاعه اللي هو البق الهابي، خلاص. طيب، فانا كده بعرفها على انها array of bytes. ماشي، بس الاري دي بديفاين فيها الخمسه بيت اهم. ماشي، فدول صفار يعني مش هيبقوا ظاهرين، الواحد ده هيبقى بوكس اللي هو بيعبر عن العين، هيبقى اسود اهوت، والواحد ده معناها اسود، وبعد كده نفس الحكايه تحت، هيبقى الواحد ده اسود، الواحد ده اسود، وهكذا. خلاص كده عرفناهم، دي اللي هي الايه، البايتس. بس طبعا لسه ما 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 يعني ما ما قلناش للال سي دي ان هتعرفي عند الكاركتر ده شكله الجديد، تمام. طبعا اقدر اغير بقى الاشكال اللي انا عايزها، انا عايز شكل البطاريه مثلا. ماشي، فاحنا ممكن نعمل هنا ايه، المحيط ده بتاعي كله يبقى وحايد على شكل البطارية مثلا، وبعد كده نملاه بقى، نحط هنا وحايد هنا يبقى ده شرطة واحدة، واحدين، وحايد هنا كمان تبقى شرطتين، وحايد هنا تبقى ثلاث شرط، على حسب ما ايه نقدر نتخيل الشكل اللي احنا عايزينه. طيب كده انا بس عرفت الاري بتاعة الشكل اللي انا عايز ال LCD تعرضه. ماشي، جوه البرنامج بقى عندي، ماشي، هستخدم اهيت الميثود اللي اسمها كرييت ايه كاركتر، هقول له كرييت كاركتر ليه، هاخد له رقم صفر، ياخد رقم صفر عندك، سجله عندك برقم كام؟ برقم صفر. والكاركتر ده الداتا بتاعته اهي، خدها من سمايلي اللي هو اللي فوق، اللي متعرف في الاري اللي فوق ده. خلاص؟ الكوماند ده هيبعت للال سي دي المعلومات دي، فهتتسجل عندها في الميموري ان الداتا دي كده خاصه بالكاركتر رقم صفر، ملهاش دعوه بقى باسم سمايلي ولا حاجه، ده اللي عندي انا اسمه ايه؟ اسمه سمايل، تمام. طيب عشان اطبع بقى الكاركتر دوت، فاحنا الاول طبعا هنعمل انشاليزيشن للبي ال سي دي انها 16 في 2، وبعد كده هنستخدم الميثود اللي اسمها رايت بقى. ماشي، وافتح قوس اهوت واكتب بايت اوف ايه، اوف زيرو، ده معناها انا عايز تطبع لي على السكرين بتاعتك البايت اللي انا سجلتها لك رقم كام، رقم صفر. ماشي، اللي هي المفروض انا بعت لك الايه، الداتا بتاعتها اللي هي بتاعه السمايل ايه، السمايل كاركتر، تمام. فالمفروض ان هو هبص على ايه، يطبع لي الايه، الشكل دوت على ال سي دي. طبعا انا ممكن اعرف شكل تاني واسميه واحد. ماشي، نفترض مثلا بدل السمايل هيبقى الانجري مثلا، واخليه رقم واحد، لما استدعيه هنا هتبقى ال سي دي دوت رايت وبايت اوف كام، اوف واحد، تمام. وبالتالي كده اقدر بقى احط الاشكال اللي انا عايزها اللي هي مش ديفايند جوه المايكرو كنترولر بتاع الايه، بتاع ال سي دي. طيب ايه بقى الفانكشنز الثانيه بقى اللي ممكن استخدمها؟ فانكشن زي الكيرسور،
نو كيرسور بلينك، يعني عايز الكيرسور تظهر، لا مش عايز الكيرسور تظهر بلينك، يبقى عايز اخلي الكيرسور تظهر بس لانها ايه تنور وتطفي. ماشي، نو بلينك لو انت مش عايز تلغي موضوع انها تنور وتطفي. ماشي، ديسبلاي يعني تشتغل ولا ما تشتغلش اصلا، نو ديسبلاي ما تعرضش. سكرول ديسبلاي ليفت يحرك لك الايه، يعمل لك سكرول للداتا بتاعتك ليفت، يعني اكن بالظبط كده التكست بتتحرك. سكرول رايت تتحرك بس ناحيه اليمين. اوتو سكرول هيعمل بقى سكرول على طول. ماشي، نو اوتو سكرول وقف السكرول. كده خلصنا يعني اغلبيه الحاجات اللي بنستخدمها مع الشاشات اللي هي ال سي دي، وطبعا هي مفيده جدا في ان انا بستخدمها مع المايكرو كنترولر عشان استخدمها في عرض بيانات. يعني مثلا لو افترضت ان انا عايز اعمل ساعه مثلا، والساعه ديت عايز اعرض التايم ده بتاعها على ديسبلاي، فاسهل حاجه ان انا اعرضه على الايه ال سي دي. الانترفيس بتاعها سهل وما بياخدش بنز كتيره، يعني هو بياخد 6 بنز، ده بالنسبه للهي ال سي دي الالفا نيوميريك. وفي نفس الوقت طبعا ممكن كمان استخدمها في عرض بقى زي ما شفنا كده في الاخر كاركترز تانية غير الايه غير الالفا نيوميريك. في بعض الاحيان لو الستة بنز دول كمان كانوا كتير على المايكرو كنترولر، فالسيريال او ال سي دي في منها نوعيات بتشتغل بسيريال، سيريال كوميونيكيشن تستخدم بس تو لاينز بس، وبالتالي ده هيوفر عليا كمان في عدد الايه البنز، خاصه ان ال سي دي ما هياش محتاج منها سرعه في الايه في العرض، لانها يعني سرعتها المفروض يعني ليميتد بسرعه البني ادم نفسه في تتبع الايه في تتبع الداتا اللي موجوده على ال سي دي. كده خلصنا، وان شاء الله تكون المعلومات وصلت ليكم، وربنا يوفق باذن الله. السلام عليكم.